السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حينما بدأنا العمل في الإغاثة الإسلامية كان مقرنا 517 شارع موزلي في برمنغهام، وكان ده مكان اسمه دار الطلبة المسلمين في الثمانينيات. وأنا أفتكر يعني حينما اشتري هذا المكان كان كنيسة وتحول إلى مركز اجتماعي إسلامي. كنا هناك في شخصيات كتيرة جدا من الجالية اليمنية أثرت فيها تأثير غير عادي، منهم الأستاذ محمد مثنى رحمة الله عليه، والأستاذ أبو صالح رحمة الله عليه، والفقيه عبد الرقيب رحمة الله عليه، والحم حزام رحمة الله عليه، وأبو نجيب أعانه الله وهو في اليمن دلوقتي. كانوا كل دول من وجهاء الجالية اللي هم كانوا طبعا لهم روح عالية غير عادية، ليهم روح عالية غير عادية، وبفضل الروح دي كذلك احنا استطعنا اننا نعمل. عم محمد مثنى كان هو اللي بيطبخ لنا الاكل في هذا المكان وبينظف المكان، وكان راجل يعني واضح المعالم رحمة الله عليه. كان دايما بيقول لنا كلمة على الشباب كلهم اللي كان هناك متطوعين او اللي بيديروا المكان، كلكم يعني انت انا امير وانت امير، ومين بقى هياكل الحمير؟ انتوا كلكم عاملين لي امراء كده وعاملين لي اساتذه ومدراء، طب مين اللي هيشتغل معانا الى اخره. ده كانت الايه الكلمه السحريه اللي انا اتعلمتها منه في هذا الوقت. عم ابو نجيب كان بيتميز بالهمه والحركه والابتسامه، همه وحركه وابتسامه، وعمره ما قال لا، ودايما ودود 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 ودود. فعلمنا الود من هذا الوقت في هذا المكان، جزاه الله خير وربنا يكرمه أينما كان في اليمن إن شاء الله. عم أبو صالح الخلاقي ده أيضا كان ابتسامته لا تفارق وجهه على الإطلاق، وكان دايما هو عنده خاصية في أن يروح يشتري العربيات المستعملة ويبيعها للطلبة بأسعار رخيصة جدا جدا، لأن كلنا كنا طلبة في الجامعة وما عندناش فلوس، وهو من أوائل الناس اللي هم بدأوا تعليم اللغة العربية والقرآن في بيته في حتة اسمها هيلز أون خارج مدينة برمنغهام رحمة الله عليه. الشخصية الرابعة اللي هي أبو خالد. أبو خالد المولد كان رجل يعني مطلع رحمة الله عليه، وقارئ رحمة الله عليه، ووجيه رحمة الله عليه، وكان يحب يجيب الناس في بيته عشان يتناقش معهم في الأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وخلف بسم الله ما شاء الله أولاده كلهم ربنا بارك فيهم إلى آخره. ودي شخصية أخرى حسستنا بأنها موجهة ولها رؤية ولها قدرة ولها قامة ولها قيمة. الفقيه عبد الرقيب رحمة الله عليه كان هو اللي ماسك الحلقة الفقهية في الدار، وعلى الطريقة التقليدية اليمنية القديمة يقعد وفي ايده اليمين السواك وفي ايده الشمال كان في عصايه كده بيهزر معانا بيها الى اخره، وكان دايما يعني يوجهنا ويقول لنا اساسيات الفقه واصول الفقه ومعاني الفقه الى اخره، مع الامور الاخرى اللي كان موجوده معنا. الشخصيه اللي كان نمر واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، السادسه هي عم حزام رحمه الله عليه. ايضا عم حزام رحمة الله عليه أيضا اللي هو ما دايما كان يبتسم، دايما كان يبتسم، وكان يحب إلقاء الشعر، وكان يحب الوجاهة، كان رجل شيك كده يحب الوجاهة بتاعته، ومثقف قارئ أيضا. يعني هذه الجالية اللي بدأت من الصفر علشان تساعد أبنائها في هذا الوقت في من السبعينات او الستينات والسبعينات الى يومنا هذا، كان لهم تأثير ايجابي ايجابي حفر في ذاكرتي وفي قلبي وعلمني الكثير. ده كان العم حزام. وكان عم حزام بيشتغل في حاجة اسمها المعهد العلمي اليمني، هو وبعض الاخرين من الموجودين هناك، وكان بينظم العمل بتاع الاطفال هناك. عم سيف كان عنده فان وكان بيسوقها للناس، وبرضك كان لا يزعق ولا يتكلم، وكان وجهه كده بشوش وجميل ودائما لا يغضب، بخلاف
تصرفاتنا احنا كباقي العرب المتعلمين الى اخره. والاخير الاخرى اخر واحده هي كده اللي هي اخت تانية اسمها زوجة الدكتور عبد الله الشماحي، انا بس مش فاكر الاسم بتاعها دلوقتي، كانت دي مولعة بجمع التبرعات للأيتام والأرامل والمساكين إلى آخره إلى آخره إلى آخره إلى آخره. فكل هؤلاء الناس يعني في فترة الثمانينيات اللي أنا عشتها في أول ما نبتت الإغاثة الإسلامية في هذا المكان المبارك، هؤلاء لهم فضل كبير على بناء شخصيتي المجتمعية وكيف أتعامل من خلال أخلاق من خلال أخلاقهم الحميدة مع المجتمعات. فنصيحتي لكم أيها الشباب مع هذه السبع شخصيات اللي ذكرتها لكم، اللي هي أخونا محمد مثنى، أبو نجيب، أبو صالح، الفقيه عبد الرقيب، أبو خالد، العم حزام، الأستاذ سيف، وبعدين اللي هي زوجة الدكتور عبد الله الشماحي أيضا. هذه شخصيات يعني تصنع الرجال، صنعتنا بأخلاقها وبإبداعاتها وبأطروحاتها إلى آخره إلى آخره. فعدوا بالنواجز على من كانوا أمثال هؤلاء، وإن كانوا ليسوا في نفس الثقافة والعلم والدرجة العلمية كأمثالكم فهم أكثر خبرة منكم في الحياة، فخبراتهم في الحياة تعدل أو تتفوق على تحصيلكم العلمي التقني. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.